رأيك في الأفلام والمسلسلات الجديدة اللي بتتعرض حاليا؟ والله فيها قليل كويس، ما فيش شك ان فيها بعضها كويس قوي، عندنا برضو مؤلفين كويسين بس قليلين او مش واخدين حريتهم ان هم يشتغلوا زي ما هم عايزين، المنتج مقيدهم. مين المؤلفين اللي لفتوا نظرك في الفترة الأخيرة؟ ما فيش شك ان في مؤلفين كبار، هضرب نموذجين بس حاليا من الجد، في عبد الرحيم كمال طبعا عمل اكتر ما عمل اخر حاجه افتكر شفت له كانت ونوس اللي هي يحيى الفخراني ونبيل حلفاوي، وفي هاني كمال برضو ده شاب جدا وقدم مسلسل ناجح جدا في غير رمضان اسمه ابو العروسه، يعني دول على سبيل المثال، لكن اكيد في ناس كويسين تانيين يعني. والمسلسلات اللي عجبتك في رمضان 2018؟ يعني برضو دي امثله، يعني في ليالي اوجيني طبعا مسلسل جيد، في حجم العائلي، في عوائل اللي هي يحيى الفخراني، عوالم خفيه لعادل امام، في ايضا مسلسل وصيه لاكرم حسني ومحمد الامين، ده انا رايي مسلسل جيد جدا على فكره لانه بيقدم نموذج مسلسل كوميدي اللي مش مسف ودي صعبه. ان المسلسلات الكوميديه اتظلمت في رمضان بسبب مسلسلات الاكشن والدراما الكتير؟ لا، المسلسل الكويس بيفرض نفسه حتى بعد رمضان، لكن في مسلسلات كان صعب قوي نقول عليها مسلسل حتى ولو مش مسلسل كوميدي. يعني متابع الصراع دلوقتي بين الفنان محمد رمضان وتامر حسني على مين رقم واحد في السينما؟ ممتنع عن الاجابه عن مثل هذا السؤال غير الهام.